السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم عم يتداول ومطرح بالاتحاد الأوروبي كله، يعني كامل بكل الاتحاد الأوروبي انطرح هذا الموضوع، تمام؟ والموضوع بيحكي عن السيارات، إن كان الديزل وإن كان البنزين، تمام؟ يحكي عن هذول الشغلتين. قبل ما نبلش بالموضوع، رجاء كل مين عم يسمع الفيديو هذا وعم يشوفه اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن إذا سمحتوا، تمام؟ ما رح أطول عليكم، يلا خلينا نبلش بالموضوع اللي حنحكي فيه اليوم. تمام، هلأ في اقتراح بالاتحاد الأوروبي بيقول إنه كل شيء سيارات بنزين وديزل بدهم يتخلصوا منها لغاية سنة 2035، تمام؟ هلأ الموضوع انطرح الشهر الماضي. طبعاً البديل اللي راح يكون للسيارات الديزل والبنزين هي سيارات الكهرباء. يا جماعة بصراحة بتطلعوا هلأ بألمانيا سيارات الكهرباء صايرة كتير 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 موجودة، تمام؟ بالإضافة إنه عم تشوفوا عروض بالشركات، عروض مخيفة، يعني تعال حمل سيارة وامشي بدفعة كتير كتير خفيفة وكتير كتير بسيطة، تمام؟ بس تعال حمل سيارة وامشي. الكهرباء أكتر شيء عم يعمل عروض، شركة تسلا اللي هي الأمريكية، شركة تسلا الأمريكية، وفي عنا شركة رينو الفرنسية عم يعملوا كمان عروض كتير قوية، تمام؟ ففي شركات كتير كتير هلأ عم تتنافس وفايتة بهذا الموضوع تبع السيارات. هلأ يلي اتخذ هذا القرار وأخذوا القرار ومشي الحال هي بريطانيا. هلأ كلياتنا بنعرف أن بريطانيا طلعت من الاتحاد الأوروبي وصارت لحالها، تمام؟ ريحوا راسهم وهدوا راسهم وقالوا لكم نحن بنطلع لحالنا، لا تقربوا علينا ولا نقرب عليكم، في بيناتنا شغل، تمام؟ بس احنا ما دخلنا بقراراتكم. المهم بريطانيا اتخذت قرار وقالت انه بحلول سنة 2035 لازم كل شيء سيارات عنا ديزل وبنزين نتخلص منها، تمام؟ يعني ما عبدوا لا سيارات ديزل ولا بنزين. هلا شو الفكرة من هذا الموضوع؟ الفكرة انه بدهم يخففوا من غاز اكسيد الكربون، تمام؟ عم يعمل تلوث وانبعاثات كتير قوية بالجو، عم يلوث الجو، وبالإضافة هذا الشيء عم يشكل طبقة حرارية بالغلاف الجوي عم تؤدي لمشاكل بالكرة الأرضية، تمام؟ طبعا هاي دراسات وموضوع تاني، ما بدنا نفوت موضوع تاني هلأ، خلينا بموضوع السيارات، تمام؟ فهن بدهم يلغوا هذا الموضوع ببريطانيا لسنة 2035، رح تكون سيارات الديزل والبنزين باي باي، تمام؟ ورح يصير في سيارات الكهرباء. هلأ انطرح الموضوع بالاتحاد الأوروبي انه بدهم يلغوا هذا الموضوع كمان مثل ما علمت بريطانيا، تمام؟ انه يلغوا السيارات البنزين والكهرباء. اقترحوا هذا الموضوع، طبعا كان في دولتين معارضين هذا الموضوع، مجرد معارضة يعني لسه ما قالوا انه لا خلاص قطعا بت، عارضوا القرار اللي هي ألمانيا وفرنسا. ليش عارضوا القرار؟ عارضوا القرار لأنه ألمانيا دولة كبيرة بتصنيع السيارات، كلياتنا بنعرف أودي، بي ام في، مرسيدس، يعني في كتير كتير ماركات، فولكسفاجن، في كتير سيارات وشركات بألمانيا بتصنع سيارات، وألمانيا معروفة بصناعة السيارات، والاقتصاد الألماني له تقريبا 35% اعتماد على مبيعات السيارة بالبلد، تمام؟ فكيف انتوا جايين هلا عم تقولوا نحن بدنا نلغي السيارات البنزين والديزل؟ هلا معكم انا ألمانيا بتعارض هذا الشيء، تمام؟ بس ألمانيا رح تلاقي حل هذا الموضوع. شو هو الحل اللي هتلاقيه؟ حتقول لكم نحن ما نتخلص من السيارات الديزل
ما نتخلص من السيارات البنزيني الموجودة عنا كلياتها، ورح نبلش بقى ننافس الدول بصناعة السيارات الكهرباء. تمام، وبلشوا، مو انه ما بلشوا، بلشوا. اودي عملت سيارة بتصرع بتجنن، سيارة اودي على الكهرباء بتطير العقل. مرسيدس عملت، فولكسفاجن عملوا، بي ام في عملوا، يعني هدول الشركات عملوا سيارات كهرباء، بس لسه في عندهم بالمستودعات وبالمصانع عندهم سيارات بنزين وديزل. اذا التغى هذا الموضوع انكسرت الشركات. تمام، فهذا الموضوع عرضت عليه المانيا، وقالت المانيا انه نحن هذا الموضوع لسه بدنا نعمله دراسة اكتر، لانه الموضوع ماله مزبوط. بالاضافة لفرنسا كمان، فرنسا عندها رينو، عندها كتير انواع تاني سيارات، ستروين، ومع ستروين عندهم كتير، لا والله ستروين روسي، لا والله ستروين تمام كمان، تمام اخذ وكالة من روسيا. تمام، ففي كتير سيارات عم يصنعوها كمان فرنسا، فرنسية كمان عارضوا الموضوع لانه هن كمان بيصنعوا سيارات. تمام، هلا انطرح الموضوع بالاتحاد الاوروبي. تمام، ولسه ما اخذوا قرار نهائي بهذا الموضوع، بس يعني الظاهر والمبين يعني بصراحة بدنا نودع سيارات البنزين وسيارات الديزل. هلا بصراحة يلي بيركب السيارة الكهرباء عالم تاني بصراحة، والله عالم تاني. يعني سيارات الكهرباء وتركب فيها انت وتطلع تسوقها، لا في صوت ضجيج، لا في صوت طقطقة، لا في صوت مشاكل، مريحة، فيها رفاهية مو طبيعية، رفاهية مو طبيعية اللي فيها. تمام، فبصراحة يعني اللي بيطلع بيركب بسيارات الكهرباء هلا بيقول لك واو، يعني سيارات كتير حلوة. تمام، بس طبعا مو عارفان الناس انه سيارات الكهرباء في لها اعطال كتيرة. هلا في لها صيانة، ما بقولكم ما في لها صيانة، لها صيانة، موجود صيانة وكل شيء موجود، ما في اي مشاكل عليها. تمام، بس سيارات الكهرباء بصراحة يعني في لها اعطال، مو انه ما لها اعطال، لها اعطال. هلا بالاضافة انه قوية، سيارات قوية. تمام، يعني في عندك سيارات 300 حصان و 400 حصان كهرباء، يعني تخيلوا بورش، شركة بورش عاملت سيارة كهرباء بتطير العقل. اي رح احط لكم انا صور، شوفوا هلا الصور ما احلاها. ففي كتير شركات بلشت تعتمد على سيارات الكهرباء. يعني بالنهاية نحن لنكون واقعيين، رح نودع سيارات الديزل والبنزين. طيب هلا يا محمد، في فكرة الناس غفلانة عنها. شو هي الفكرة اللي الناس غفلانة عنها يا حضركم؟ انا رح اقول لكم انا رأيي الشخصي، انا ما عم بحكي عن اي اخبار ولا حدا قال ولا حدا علمي، بس انا رأيي الشخصي. لانه احنا صرنا نعرف هاي السياسات. تمام، كيف صرنا نعرف هاي السياسات؟ اي شيء الدول اسيا ولا اوروبا بدهم يتخلصوا منه، وهم يتخلصوا منه بالدول العربية، الدول العربية بيعملوا صفقات، بيعملوا اتفاقات، وبيعملوا عروض، وبيعملوا شغلات، ويلا بعتوا لوين؟ على الدول العربية. بيخلصوا من كل شيء مشاكل وزبالة عندهم، بيبعتوها لوين؟ على الدول العربية. تمام، انا هذا رأيي الشخصي. انتوا شو رأيكم بالموضوع اللي انا عم بحكيه؟ مزبوط كلامي ولا لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات، خلينا نتشارك الحديث يعني ونعرف شو الموضوع. تمام، انا مزبوط كلامي ولا لا؟ انا رأيي وفكرتي اللي مفكرها غلط. تمام، انا احساسي بيقول لي انه بكرة رح يتوافق بالاتحاد الاوروبي على هذا القرار، ورح يقرروا يعملوا عروض قوية للسيارات البنزين والديزل للدول العربية لحتى تطلع من عندهم. بالإضافة ممكن يعملوا دول بيعملوا عروض كمان للدول الآسيوية اللي بآسيا. كمان في دول لسه ما طلعت قرار انه ممنوع السيارة البنزين او ديزل تمشي عنا. تمام، فبكرة بيعملوا عروض وبيتخلصوا من كل شيء عندهم، وبينطفوا بلدهم، بيزبطوها على 24. تمام، انا هذا رأيي بالموضوع بصراحة. فتوقعوا يا جماعة الخير سيارات البنزين والديزل رح تلتغى بأوروبا. تمام، وبالنسبة لحبايبي وإخواني العرب، تمام، أنا عربي طبعا وما بطلع من عروبيتي يعني. تمام، هذا ما كان يعني. فبكرة يا أخواتي العرب شوفوا العروض اللي حتجيكم بالنسبة لموضوع السيارات من BMW، من فولكسفاجن، من مرسيدس، من أودي، من كل الشركات القوية. يعني بكرة السيارة مثلا نفترض افتراض، تمام،
السيارة هلا مثلا الأودي، خلينا نقول أودي كيوت ماني، تمام؟ الأودي كيوت ماني هي مثلا نفترض حقها هلا 100,000 يورو حقهم بألمانيا، تمام؟ بكرة لأنه بده يتخلصوا منها بيعملوها ب60-70,000 يورو ويمكن النص تنزل كمان. ليش؟ مشان يخلصوا من الشيء اللي عندهم. يعني بكرة الدول العربية رح تصير السيارة المرسيدس الحديثة يعني رخيصة جدا، وحيركبها الواحد هنيك وهو مبسوط ومروح على 24، تمام؟ طبعا غير لسه أنا ما حكيت عن السيارات المستعملة، لسه ما قلت لكم السيارات المستعملة، لأنه السيارات المستعملة البنزين والديزل كمان بدهم يخلصوا منها. وين بدهم يخلصوا منها؟ يا بيحطوها على المكب بكبوها، تمام؟ يا أما بتلاقيهم شو كمان بيصدروها للدول العربية بأسعار خيالية جدا. يعني سيارة بي ام مثلا 745، تمام؟ بتركبها ب 3000 يورو 4000 يورو، تمام؟ يعني ببلاش مستعملة عم بحكي أنا. فجهزوا حالكم يا حبايبي للعروض الحلوة والجميلة اللي حتجيكم هلأ مستقبلا، تمام؟ وما فينا هلأ نحكم على الموضوع، بعدين إن شاء الله بس يتنفذ الموضوع بتذكروني بتقولوا لي إنه يا محمد أنت بزماناتك حكيت عن هذا الموضوع وصار بقدرة رب العالمين، تمام؟ تمام أخواتي، والله هذا الفيديو حبيت أشرح لكم فيه عن هذا الموضوع وقلكم شو اللي عم بيدور هلأ وشو اللي عم بيصير حاليا بالاتحاد الأوروبي. طبعا هاي الأخبار أنا جايبها مو من بيت أبي عشان ما الناس تقول لي إنه أنت وين قاعد عم تحكي على كيفك، لا، هاي الأخبار جايبها أنا من صحف ومن قنوات أخبار حكوا الموضوع وقالوا. بالإضافة في حديث عم يصير هون بالمجتمع الألماني عن السيارات الكهرباء اللي عم تطلع جديد واللي حتقتحم الاتحاد الأوروبي وتقتحم ألمانيا، وتقول لسيارات الديزل والبنزين باي باي. طيب في فكرة تانية رح أقلكن عليها مشان ما نروح كمان نطلع من الموضوع. الفكرة التانية شو هي؟ في مشكلة بالاتحاد الأوروبي وألمانيا عنا كمان، قلكن ياها بصراحة، ألمانيا في مشكلة كمان. شو هي المشكلة يا محمد؟ المشكلة إنه كل الناس عم تعمل شهادة سواقة، تمام؟ يعني صايرة نسبة كبيرة بتلاقوا المدارس تبعات تعليم السواقة وتطلع الشهادة ما عم يلحقوا، ما عم يلحقوا، يعني فايت عليهم باب مصاري، ما عم يعرفون بدي يروح بدون مصاري. الله يرزقهم ويرزقنا بجاه سيدنا محمد. المهم ألمانيا الشوارع صاير، ألمانيا عندها شوارع كبيرة، عندها أوتوبانات، عندها شوارع، عندها مساحات منظمة، ما بقولكم ما لها منظمة، منظمة. وين ما بتروح تلاقي عم يزبطوا الشوارع، وين ما بتروح تلاقي عم تصليحات، باوشتلي، يعني عم يزبطوا، مو موقفين الجماعة، تمام؟ بس الفكرة من هي الشيء كمان ألمانيا رح توافق عليه مستقبلا، ومو بس ألمانيا، الاتحاد الأوروبي كله. ليش؟ هون بألمانيا إذا معك 1500 يورو بتروح تشتري سيارة. إذا معك 1500 يورو، تخيلوا 1500 يورو بتروح بتشتري سيارة بي ام، فولكسفاجن، أودي، يلي هي بتروح تشتري سيارة. هي أقل شيء عم بحكي مستعمل، أنا ما عم بحكي جديد، عم بحكي مستعمل ونظيف، بتاخذ سيارة ب 1500 يورو، تمام؟ وفي سيارات ب 1000 يورو بتاخذها ب 1000 يورو بس أنت بدك تعملها شوية تصليحات وتعديلات والقصص هي. فالسيارات رخيصة بألمانيا والعالم تحسن تشتري سيارات، تمام؟ هلا ألمانيا عندها مشكلتين، مشكلة إنه السيارات رخيصة كتير، تمام؟ والمشكلة الثانية إنه الناس كلها بدها تطالع شهادات سواقة وبتركب سيارات. طيب الشوارع ما عاد تتحمل، لا في باركينج، هل بتروح بدك تصف سيارتك ناحية البيت؟ ما في، يعني إذا بتجي بعد الساعة 6 المساء صعب إنك تلاقي باركينج، يعني صعب إنك تلاقي صفي، تمام؟ تمشي بالشوارع بتلاقي فيها عجقة، يعني في بعض الأماكن فيها عجقة، وين ما بتروح سيارات 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 سيارات، تمام؟ فألمانيا كمان عندها هي مشكلتين، مشكلة إنه ما في أماكن للصف السيارات واستخدام السيارات كل ما عم تزيد تزيد تزيد، تمام؟ وبنفس الوقت السيارات رخيصة عندها. فهن بكرة رح يوافقوا على هذا الموضوع ويقول لك أوكي. ليش؟ مشان يخلوا بقى الطبقة معينة تركب سيارات. يعني ما عاد في والله مثلا واحد معه 3000 يورو يروح يشتري سيارة، لا عمو، تمام؟ إذا بدك حتى إذا بدك تروح تاخذ من شركة جديد، يعني بدك تاخذ عرض بتروح، بس في عندك تقسيط، بدك تدفع تقسيط السيارة كل شهر، وبدك تدفع تكاليف، وبدك تدفع قصص.
فهن بدهم يحاولوا يعملوا انه السيارات تصير تركبها طبقة معينة بألمانيا، تمام، اللي هي الطبقة الأغنياء، الله الغني، تمام، والطبقة اللي تحت اللي هي الوسط، تمام، هذول بدهم يخليهم يركبوا بس. أما في الطبقة اللي تحت، هلا الطبقة اللي تحت هون تركب سيارة ب1500 يورو، نجيب سيارة، تمام، عادي يعني، ما في أي مشكلة على الموضوعات. فهن بدهم يحلوا هذا الموضوع بهي الطريقة، وداعا لسيارات البنزين والديزل. يلي بده يركب سيارة يشتري كهرباء، ويلي ما معه مصاري على البسكليتات، يلا يا أما عسكوترات، تمام، يا أما بالباصات، في عنا باصات، في عنا قطارات، عاملينكم كل شي بدنا، تمام. فهني هذا الموضوع رح يخضعوا له آخر شي، رح ينفذوه، لأنه حيكون في له حل لشغلتين: سيارات حتصير على الكهرباء، وشغلة تانية أنه العالم إذا بتركب سيارة بصير الموضوع شوي صعب، لأنه حيصير في تكاليف، ويجد يشتري سيارة جديدة، ويفوت عقد مع شركة لمدة 5 سنين و6 سنين وكذا. في تسهيلات، بس في شغلات تانية بتغطي على شيء، تمام. فأنا حبيت أوصلكم هاي الفكرة وهاي المعلومة عن هذا الموضوع. سامحوني إنه طولت عليكم، بس الموضوع ما فيني أختصره بخمس دقائق، تمام. عم نحكي مشان نتشارك الآراء بهذا الموضوع. أعطونا رأيكم بالفيديو والشي اللي شرحته، إذا كان صحيح ولا غلط. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.